مرحبا، سنتطرق اليوم إلى الأهداف التعليمية. مفهوم الهدف التعليمي: الهدف يعني الغاية أو القصد، والهدف التعليمي يصف ما يسعى له المعلم من تغيير في المتعلمين بعد الانتهاء من عملية التعلم. وقد يكون الهدف بعيد المدى، أي أنه غاية من غايات التربية والتعليم وهو نتاج عام، وقد يكون أيضاً قصير المدى وهو الهدف السلوكي وهو نتاج خاص. في التفاصيل: الأهداف العامة بعيدة المدى هي الأهداف التي تكون على درجة عالية من العمومية والشمول وتحتاج إلى وقت طويل لتحقيقها. تعنى هذه الأهداف بوصف النتائج النهائية بمجمل العملية التعلمية. أما الأهداف السلوكية الخاصة، ونقصد الأهداف الإجرائية قصيرة المدى، تمتاز هذه الأهداف بدرجة عالية من التحديد والتخصص، وتكون قابلة للقياس والتقويم، وتعبر عن سلوك المتعلم المراد تحقيقه. لصياغة الأهداف السلوكية: أولاً، يجب أن تبدأ العبارة الهدفية بفعل يشير إلى النتيجة المرغوبة. ثانياً، أن تشمل العبارة السلوكية فعلاً واحداً. ثلاثة، أن تصف العبارة الهدفية السلوك المتوقع من المتعلم. أربعة، أن يكون الهدف محدداً وواضح المعنى. خامساً، أن يكون الهدف قابلاً للملاحظة والقياس. وسادساً، أن يمثل الهدف نتاجاً تعليمياً وأن يحدد مستوى الأداء المقبول لبلوغه. مثلاً عن صياغة الهدف: هدف عام وهو تعزيز المهارات البحثية التكنولوجية لدى الطلاب. الأهداف الإجرائية، وهنا سنعطي أمثلة عن الأهداف الإجرائية استناداً إلى مستويات بلوم. في المستوى الأول التذكر، يمكن أن يكون الهدف يحدد الطالب استراتيجيات المعتمدة للبحث الفعال عبر شبكة الإنترنت. الفهم يوضح كيف يساعد التخطيط للبحث الفعال في الوصول إلى المعلومات عبر شبكة الإنترنت. في التطبيق، يستخدم الطالب علامات التبويب الظاهرة في أعلى الصفحة لتقتصر نتائج البحث على نوع معين من المحتوى، مثلاً الصور أو الفيديوهات أو المقالات الإخبارية. في التحليل، يناقش كيف يساعد استخدام الكلمات المفتاحية في تعزيز دقة نتائج البحث. أما في التقويم، يقيم الطالب مصادر المعلومات على شبكة الإنترنت استناداً إلى معايير محددة. وفي الإنشاء، يصمم الطالب برنامجاً يساعده في معرفة مدى مشابهة ملف نصي مع ملفات أخرى. أما أبرز المراجع، شكراً لحسن إصغائكم.